سياد السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا عندك 23 سنة. 23 سنة. وبطل مرتين. بطل الجزائر مرتين. واش ماش الرياضة؟ جوجيتو. وكنت شوية تعاني من القاعة واليوم لقيت قاعة. الحمد لله كنا نعانوا بزاف من القاعات الرياضية سيرتو خاصة في ولاية عين تيموشن ما كانش كاع قاعات رياضية. الحمد لله خونا جلول بفضل الله تعالى حنا قاعة رياضية متخصصة الرياضة فيها الأمامة فيها الكيك بوكسينغ فيها كل ما يحتاج أي رياضي والحمد لله بفضله رانا هنايا وعاودت نشاط جديد يعني راك الحمد لله كنت محبس بسبه القاعه الرياضيه عندي مده سنه وانا حابس الحمد لله بفضل خونا جلول فتح لنا الصاله رانا ولينا ان شاء الله جديد وراه عندنا شامبيون ان شاء الله هذه الخطره ان شاء الله في افريل رانا نحضروا لها هنايا عند خونا جلول والحمد لله يعني وفرنا كاع الامكانيات كل حتى حتى الاكل وصلنا كل شيء الاكل راك تشوف الله يكرمك كريم راه كل شيء متوفر الحمد لله بارك الله فيك الله يعطيك الصحه وش قلنا مستقبلا يعني مستقبلا بالنسبه ليك انت نوجه كلمه للجمهور ولا المعجبين بهذه الرياضات الفنون القتاليه نقول لكم مرحبا بكم عند اخوكم جلول وين جاي القاعه القاعه جايه اون فاس المسجد حي سيدي سعيد في الكرابه بالمالح دائره المالح ولايه عين تيموشن والحمد لله ما يخلص علينا ما والو المهم حنا رانا نترينو هنايا وصاي وإنسان هو رياضي يبغي سبور والله أخي الكريم يعيط لنا مدة مدار يقولنا روحوا ترينوا والحمد لله والله ما كاش إنسان كيفاه وإن شاء الله يا ربي يوفقنا وإن شاء الله نعاودوا نخرجوا ونجيبوا ميدالية ثالثة إن شاء الله للولاية عين تيموشن خاصة دائرة المالح إن شاء الله بارك الله فيك شكرا شكرا